منتج محليا الاستعدادات. مشاهدينا الكرام، رفعت الراية، فتحت البوابات على بركة الله لتنافس أفراس المستورد بمشاركة أفراس منتجة محليا في ثاني أشواط الحفل الخامس عشر على مسافة 2000 متر. الانطلاقة والدورة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام للأفراس تبدأ الآن، وبالمرور من أمام المنصة الرئيسة هنا في ميدان الملك خالد الفروسية بالحوية بمحافظة الطائف، الانطلاقة لصالح وايت هوت في المرتبة الأولى، فيما المركز الثاني لتشاترف، أيضا محاولات من قبل ديراسا في المركز الثاني تتقدم الآن، فيما الصدارة لصالح وايت هوت في المركز الأول في صدارة الشوط أفراس المستورد على مسافة 2000 متر. ديراسا في المركز الثاني في هذه اللحظات، فيما تشاتر تتأخر المركز الثالث، محاولات أيضا من بقية الأفراس لتحسين مواقع في هذه الأثناء، فيما الجزء الأول من الشاشة يظهر الصدارة لوايت هوت في المركز الأول التي تقود أفراس المستورد في الشوط الثاني في انطلاقة سريعة. الدراسة في المركز الثاني، فيما محاولات من بقية الأفراس في هذه اللحظات لتحسين مواقع، فيما الانطلاقة والصدارة لوايت هوت في المركز الأول. مسافة 2000 تنقضي مشاهدينا متابعينا الكرام، تقترب الأفراس من الشوط والإثارة الآن تبدأ مشاهدينا الكرام، فيما الصدارة الوايت هوت. دراسة تبدأ المركز الثاني، والآن شبادة تبدأ التقدم وانتزاع الصدارة والمركز الأول، شبادة تأخذ الصدارة، فيما دراسة من الداخل محاولات تو ذا سبرينج أيضا في المركز الثالث، منشن تحاول في المركز الرابع، المسافة المتبقية، فيما شبادة تحتفظ بالصدارة والمركز الأول، محاولات الانقضاض تأتي من منشن الآن مشاهدينا متابعينا الكرام، شبادة تحتفظ بالصدارة والمركز الأول إلى خط النهاية. إذا شبادة الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز تحقق المركز الأول، ألف ألف مبروك. تدريبات لفيحان المنديل.